صباح الخير، صباح الورد على الأم. أنا أخوكم حسن مطوع مرة ثانية. أنا شفت الفيديو موضوع البيتزا والحجر والكلام هذا، وأنا بالفيرمنت قاعد، أنا فيرمنت. المهم هذه حالة ما تمثلنا. أنا قاعد أتكلم عن أكثر من 600 واحد. إحنا كلنا من وصلنا الإمارات ما شفنا لك الخير. إخواننا الإماراتيين مزحوها بوجهي، حكم علي. يعني هذه حالة شاذة، وأنا عارف من هو بس ما أبي أتكلم. العموم إحنا من أول ما وصلنا هني ما حد قصر ويانا، إخواننا الإماراتيين والخليجيين ما حد قصر ويانا. كل واحد عرف إن إحنا هني عالقين، سألنا شنو نحتاج شنو نبي، قلنا في شغلات احتجناها فعلا جابوها ووصلوها وكل شيء كان تمام. وهذه ديرتنا الثانية، ما حد يقدر ينكر الشيء هذا، واللي ينكر هذا أنا ما أعتبره منه فينا. إحنا نشكر إخواننا الإماراتيين كلهم، ونشكر الدولة والحكومة الإماراتية. زين، وهذه ديرتنا الثانية، وإحنا كلنا فضلنا إن إحنا نكون هني بهالديرة طيبة، ونكون بالخليج بين إخواننا وأهلنا أحسن ما نكون عند الغرب بأوروبا وأمريكا والدول الثانية هذه. فهذه الحالة ما تمثلنا. يعني الكلام اللي سمعتوه هذا كلام مو صحيح. انا قاعد اطلب، حتى يعني ما قاعد ادق، هذا التليفون قاعد يدق والله العظيم، داقين عشان يسالوني شنو بتريق. هذا الوضع هني، ريوق غدا عيشه. يس ام جود، هاو ار يو، كان اي كول يو باك بليز، كان اي كول يو باك، يو ار اون روم دايننج، يا اوكي ايل كول يو باك، ثانك يو. مثل ما قلت لك، هذا داق علي يسألني شنو تبي تريك. يعني والله العظيم هذه من الله، والله ما أدري أصلا. أنا عارف أن الصبح يدقون علي الساعة 9، بس ما أدري أنه راح يدقون علي وأنا قاعد أسجل.